السلام عليكم. مباراة توتنهام ضد ويست هام بالدوري الإنجليزي، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يستضيف نادي توتنهام هوتسبير نظير ويست هام يونايتد في المباراة التي تقام على ملعب توتنهام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف نيوكاسل يونايتد بفارق نقطتين، فيما يأتي ويست هام يونايتد في المركز 18 برصيد 20 نقطة. ويدخل توتنهام اللقاء مستغلا عامل الأرض والجمهور من أجل اقتناص الثلاث نقاط لخطف المركز الرابع في جدول البرميلج، في المقابل يرغب ويست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول البرميل. موعد مباراة توتنهام هوتسبير ويست هام يونايتد، ومن المقرر أن تنطلق المباراة توتنهام هوتسبير ويست هام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة بين سبورت 1 HD برايمن. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع.